Yeah.
Allah, Allah, Allah.
فتوبى لعبد الله فتوبى
كل ما مدى فغنم حيث كل نورك تبقى يا ربي إني تبت من كل ما مدى فغنم حيث كل Ali na falqi qadi
لمن جود الخطا وللثواب هنا من مع الخيوط
لقيت به ربا يسخر ما يشاء لمن شاء بالتيسير وهو قدير فأكرم به ربا نبا عني العدا وساق المنادي والجناب الحقير غنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فوضت والقلب طيب غريبا لدى الأعداء وهو بصير رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحابه في البحر حين أدور أخاطبه بالمدح وهو بطيبة وإني له جار هناك يزور أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رضا وسرور وقادته في البحر لسيري انتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى دامت لي النصر هنا وأنت في مدريك الصلاة جدير فسلقى لي روض العدال معا بما أوبك به للبر أنت نزير فسلقى لي تهجيل أو به بمنيتي فزاك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نعم بدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناجلت لي يا من ندى الظهور أغثني أغثني يا شفيعي وسيلتي هنا وغدا يوم السماء تمور وغني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ذوي الإسلام بي عادلا وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تشكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد شفيع الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب مسلم داما ذوي الذب عني كل من سيجور كما جاهدوا من جاهد بي سغفور بهم أرتدي من مالكي نسله على ذوي الشق في التشريسه نتجور يظنونني وقت اقترابي لديهم أسيرا لهم والكل سم يهور حيالا أسارا للشياطين والهوى فإني لرب العرش دل أسير أسير إلى ذي البر والبحر عابدا ولست إلى الفجار عود أسير مسيري إلى الوهاب جل جلاله وما لي إلى غير الكريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالعروة الوصل التي هي نور به سرت من ربي بربي موحدا وهول النصارى والبهور تمور هو الدمس والكبريت والساد لي هنا به تنتفي نار غدا وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لهبج كريم من خديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لهبج مجيد من كفور يدير على من به قد جاءنا منه منزلا صلاة تقي السوء حيث أسير على من به قد جاءنا منه منزلا صلاة تقي السوء حيث أسير بما أراك الله بالمنتقى رمت من الكريم تلازم الأمان والتكريم من الكريم بالمكرم أروم فوزي ببشر أبدا ليس يريم إلي ينقاد الذي اختارا منه بمن قدمه مختارا إليه تبت من سوى رضائي وليقود بشرى القرائي ردى الأذى إلى سوى جهاتي بأبد مغني بي أنواتي إلى سوى ينتهي الدجال وسوء والغرور والإفتال كتاب باق خلد الدارين حسن عن العارين والنارين ألا لن الأكرم في التلاوة ما وده غير ما الحلاوة لقادة الدارين بالعادات منت هوتها جنة السادات له كتابي وكتابتي نهى له ولي منه البشارات تهى أجبتني يا عالما لا يخفى عليك شيء لشكرت الأخفى هدية المنع الكريم عادت لي الأمان بالتكريم
هدية المنع الكريم هذا لي الأمان بالتكريم محمد من الإله بالرسول أطلبه ما سمدا عني ليس يسلب همت رب الله وهو المطلب فقوله لدفني والجلب مصليا على بشير يهب هي المنى وبعداء يذهب محمد من في هداه أرهب وفي امتدائه أتاني الرغب دعوت ربي به وأطلب منه بي سعادة لا تسلب دعوت ربي به وأطلب منه بي سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق منايا بالتوفيق والتسليم بجاهه جلي بالتوفيق في كل شيء وتكن رفيقي وجيبه لما ينير سوقي وربيه بكل ذي فسوقي وجيب به عداية بالتفريق وسوق به بأنفع التريقي كفيتني به أزل بطريقي في البر والبهر وفي الطريق ردبت عني أذى الزنديق قبل وجدت لي بالتصديق ردبت عني أذى الزنديق قبل وجدت لي بالتصديق عمر عنه وعن خليفة الله عمر هردا ورني بهما تلك السمر بدا حياتي برداء وبشر بالمصطفى وبهما رقى البشر بدا الذي قصدني ومن أمر هي فحدث انتقام في عمر هدى الذي حسرني ومن أمر لي فأنت ذو انتقام بعمر عثمان عني حقدت الذنب يا رحمن بجاه من سمعه عثمان ثبتني يا الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددت لي سيئا به جنان تكون لي ويثبت الجنان أذبت كل ما به العصيان لجي لغيري إنك الديان نفيت ضري وردى يا رحمن عن الذي سمعته عثمان نفيت ضري وردى يا رحمن عن الذي سمعته عثمان علي علي من ربي بالمخفي فظهر لا أتى إلى علي في جبل من نافع سني وعمل بعد بالمهدي يا رب مني يتقبل سعي وبعلي ليكن برعي يا رب زهردا الى علي ولي ثم زد بالمخفي يا رب زهردا الى علي ولي ثم زد بالمخفي اهل بدر اسالك اليوم باهل بدر فلسجد بهم وال خدري قبله موعدا وخير اجري بما يبوغ ذنبهم قد يجري بسخر الذي تولى هجري في البحر روض قادر في سجري بدت بهم شمل حداي المجري في البر والبحر وصف اجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر وسني بهم من دري ربي يكن لي بأهل قدري وتدعنهم وتعزم قدري ربي يكن لي بأهل قدري فردت عنهم وتعزم قدري جبريل جاء الأمين من إله العالمين إلى الأمين بأمين لا يمين بجاهه يا مالك الحق المبين هب لي ما ودي وما لست أبي قل لي بجاهه العداية واللعين ولي وجه الرسول يا معين يسر به أمري لي مع اليقين وإنك الأني سرور المتقين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين لك توجهت بحرمة الأمين وحرمة الأمين رب العالمين ميكائيل مد حياتي بمن صب المطر باقية يا من قضى لي الوتر يسرت للعسير يا رب البشر في كل شيء لي أقلك البشر كون بمن به تجود بمطر كوني فوق كل باب في بدر أجب به لي وزهزي القدر وتتقبل كل ما مني صدر آتيتني الآيات ربي والصور فلي أهب شكرا بها بلا خبر يسر لي الحضور ربي والسهر بدائما كوني قديم والسهر لك به وبالذي سبى المدر توجهي فبه ما صلي الوتر لك به وبالذي سبى المدر توجهي فبه ما صلي الوتر
إسرافيل أن اللي يلقصنا مع المسوري هنا في يوم الجواب السوري سولي بهم هنا يدى سوري بك بلا مكر ولا غروري قولي بهم أيامك السوري وما أشعر منك ذا دهوري أفيتني ربي بلا سبوري والنشر والحشر مع القبوري فجاتني يا ربي في البهوري بما به السمور الغوري يسرت لي الشكر بلا كفوري وليرد كل ذي نفوري لك توجهي بالمنصوري وبكريم ناظر في السوري لك توجهي بالمنصوري وبكريم ناظر في السوري عزرائيل علي بعزرائيل سقما ظلما إلى سواي باقيا معلما زد أماني والرضا والنعما يا باقيا ليس يزال منعما رددت للأعداء قطع الموت هام الوباء يا سميع الصوت أبق حياتي بي مسرورا بلتقي الحساب والغرورا آتني الدارين خير حسنا واجعل بي كليتي مستحسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من على ردائي أهيم لك توجهت بجاه المجتبى وجاه عزرائيل ذني باتباع لك توجهت بجاه المجتبى وجاه عزرائيل ذني باتباع وعلي وتبي وعلي وتبي وبشر بذائه النظام خير البصر يا من يبي من قل يرباه سلم على من اسمه مصباح ولعلي وسبي وسلم والتجد لي بكوني بسر كل من مجد يا من كتابه نسيتك هدى سلم على هاد سمعته هدى ولعلي وسبي وسلم ابدا وبشرنا بيا من تعبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي وعليه مع سياء بالحيرة وبشرا بالحشرة المبشرة يا من بكليتي تنور سل على من اسمه منير وعليه وسبي وسلم واسرى بتالي في صدور العلماء سل وسلم يا مجيب دعوة على الذي سميته بداه وعليه ما سعى بالكمل واذكر قائدي واذكر عملي يا من به ينهج يطوني التامين سل على من اسمه امين يا من به ينهجني العلم لا من به لم ينهني عدو سل على من اسمه مدعو ولا لي ولا سعد الاستفاء ما سلام بأمان يستفى يا من به ينهوني التامين سل على من اسمه أمين وسلما بالحزب وجه الكدب كسفا يري الخوب دون حدب يا من به لم ينهني عدو سل على من اسمه مدعو ولا لي ولا سابع للاستفاء ما سلام بأمان يستفى يا من يجيئني بالحجيب سل على من اسمه مجيب وآله وسبي وسلم وكسف بتالي في سكوك العلماء يا من به لانقادت الانجاب سل على من اسمه مجاب وآله وسبي مع سلام وامحو بتالي في الغناء والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه في ولا لوسد ذو السخائف ورغدي خلد مع الرخائف يا من به لم ينهني عدو سل على من اسمه عفو ولا لوسد ذو العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري وتعمني عن جالبات المكرب يا من به ينقاد للمرضي سل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والسعب وعصم شريم سلام
وسلياً وسلماً يا قوي على الذي سمعته أخو قوي ولا لوسب ذوي القتال يا عاصم عن كل من الأقتال يا من بي ينهوني التأمين سل على من اسمه أمين وسلماً بالحزب وجه الكتب كسباً يري الغلوب دون حب يا من به فارقني تحمين سل على من اسمه مامون ولا لولا ساد والتسلم وجل به فتره بقلمي سل وسلمن يا عريم على الذي سمعته كريم ولا لولا ساد للصبر يا مغني عن ألم وصبر يا من به ينهجت الكرم سل على من اسمه مكرم وسلمنا عليه بالجماعة ولي أدم رضا كما جماعة بلا حدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينخاد لتمكين سل على من اسمه مكين وسلم عليه في الآل وفي أصحابي في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنهن الفتون سل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرم كونك لي يبين سل على من اسمه مبين ولا لوسبك بالصيانة ما سلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسكو العمل سل على من اسمه مؤمل ولا لوسبك بالتورع ما سلام وتخلد أمره يا من إليه العاج والوصول سل على من اسمه وصول وآله وسابيه وسلما وبتوالي فجل ونظلما يا من به حول لنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والسابما وفي توالي في المقام تجمع يا باقيا ليتقود رحمة سل بتسليم على ذي حرمة ولا لوسب ذوي العطاء وكلك لي نور بلا غطاء يا خير منزل وراء استانة سل على المختار ذي المكانة ولا لوسب والتسلمة كما ببعثي جلوت سلمة يا خير رازق وخير من يطاع سل على سلح ذي الفضل المطاع آله وسابي وسلما وبي أن ارخل بلسي تهلما يا من يحس كل مؤمن يطيع سل بتسليم على هاد المطيع وآله وسابي الإخوان وسق لغيره كل سي عدوان سل على خدم صدق رحمة بسرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأصحاب وجه المقصي أفضل توفيق وخير هكسي سل على غوث وغيث وغياس وسلما يا من ما بالابتياس ولا لوسب ذوي المنافع وليكن يا خير موت نافع سل على هدية الإله والحروة الوسخى صفات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوسب وسعي أحمدا وقي جميع المسلمين يا فيس ومن يقبل فكرتي محل فيز أوصل سلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولا لوسب ولا لوسب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه سل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوسب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر سل وسلم يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لوسب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم سل وسلم يا إلهي على الذي سميت عصب الله ولا لوسب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب سل على نجم منير ثاقب وآله وسلم مع سلام
وللجنان لياب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وصليا على الذي حاس اجتبا المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما ولا آل وساب وبسخائي أخجل الساب وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابتي يا ربي ربي كل متال لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب النار يا من يقود لي ما اختار سل على من اسمه المختار وسلما في آلي وسابه وقد يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني سل على نور هو الأمي ولا لوساب ذي الهود ما سلام وتدم شودي يا من به تنقاد للأجور سلا على من اسمه وجير ما سلامك بأليما شعبي يا من دعائي سمع يا من له التسبيح والكبار سلا على من اسمه جبار ما سلام بجميل آل والسحب في العال وفي المآل صلاة ذي الحرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وسابه مع سلام كما به مع الدلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم مع سلامي بألي الكرام وسابي كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامي وسابي كما ترى بالأمسرام صلاة باقم كان لي بتاهري على أبي نور البرايا التاهري فعليه وسابي بالأمسرام مع سلام جارب ما اشتهر هاج التصار أسكى سلامي ذي البرايا الأنفعي على النبي سلم ولا المشفع فعليه وسابي كما أمحى به أزايا سل جمال فمحى صل وسلم يا صل وسلم من يا رفيه هل الذي سمعته شفيه ولا لي ولا ساد وجه كل عبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن هل الذي سمعته مهيمن وآله وسابي الأحيان يا من أماني هنذا الأحيان صلي على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميل آل وسابي في الآل والمآل يا خائدا لي مخجل التصدق صل وسلم على المصدق وآله وسابي يا من يكف كففت ألسن عدايا والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوسد وابلي شكرا يا من كفاني العدا والمكرا يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على المحي إمام المتقين وآله وسابي وسلما وعندك جهني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وعلي وسابي وخذ لي وجائب الباخر ذا وجد لي سل على من قاد للأهلينا القائد الغر المؤجلين وسل من عليه في الآل وفي أصحابي يا من يسون حي في سل وسلمنا يا رحمن على خليلك ومن مأمان من آله وسابي وذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي الحرث العظيم البر على شفيع في البرايا بر مع سلامي وأليما جابي كما المسايا جمها أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسابي كما ذهب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنسيح وسلم من منسل الفسيح
وآله وسببه وأبليه كوني حبيب الصالحين قبلي. صل على الناصح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وآله وسببه وفضله ذكرنا كيما من كسار حبيا. صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تمثيل ولعل وسبب مع السلام وليكن بدينك الاسلام. وسلم يا خير الرفيق على مقرب سمعته سفيق والآل والأصحاب للأدب يا باقي أن حسمتني من ودب يا واهبا علما جلاد جنة. صلي على الندب مقيم السنة وعلي وسبي وسلم يا من يباهي بخيار العلماء. صلي بتسليم على المقدس المكتف الكافي وروح القدس والآل وسبي ذوي التعبد يا آسفا كل جوان وكبد. صل وسلم قائما بالقسط على إمام من رسل روح القسط والي مع جميع الساد يا واسعا وصالي بالرحب. صل على البالغ روح الحق ما سلا من قيد للحق والي وصابي ومه جميع ما سأني في قلقلي أنت السميع. صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وسي التحصيل وسلم عليه في الآل العظام وسابي واذكر به هذا الندام. ويسر التات والكرامة به وللناظم خد مرامة يا من وجوده بدا والقدم. صل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم والي وسبي بالعلماء. ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلم والي والسابي يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي. صل على افضل هاد مهتدي وفاضل وسلم في الآل وسابي في الآل وفي المال. صل وسلم يا فتاح على الذي سمعته مفتاح وآله وسابي والترني ما شئت في الدارين دون دارني. صل على من اسمه مفضل وفاتح ما سلام يفضل وآله وسابي وفضل كليتي بالمنتقى المفضل. صل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولعلي ولسابي بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم. صل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلمنا عليه في الآل الشراف وسابي يا من يباهي بالذراف. صل وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسابي واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركان يقين على النبي علم اليقين. صل وسلم بجميل آل وسابي في الآل والمآل. صل مع التسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات والي وسبي ذوي الحمل وجعل بي ذا النظم أفضل حمل. صل على مستحيل للأسنات ما سلام جالب للأسنات والي وسبي خير الأمم ولا توجه لجاتي الهمم. صل على نور جميع النيرات وعالم الهدى مقيل العسرات وسلم عليه في الآل معا شابي ولي من الخير اجمعا. صل بتسليم على السفوه عن جملة الزلات سنفوه وآله وسابي والنور صحيفتي ولتتقبل صوري. صل على ذي السبق والبراء في كل خير سائب الشفاء وآله وسابي بالسلام يا من كفى أن نكرك الملام يا خير منسل له مقامي على النبي سايب المقام. صل بتسليم على في الآل وسابي في الآل والمآل يا سا وجود لم يفارق القدم
صل على المرسل صاحب القدم وسلمنا عليه بالآل الكرام وسدوا أكفني جوال برارام يا ربنا صل على مخصوص بالهز والمجد على مخصوص بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والسج وكل يحمدا أزكى سلام واهب الجزيل على النبي سائب الوسيل والآل والسب الذين فاقوا يا من به لم ينوني نفاق صلاة من آمنني من خوف على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسبه مع سلام كما أتى من بأبدل الكلام على النبي سائب الفضيل صلاة من قاد له تفضيل والآل والسب مع تسليم كما به لي كان بالتعليم وامحو شقاوة نحتني يا عليم وجعل فادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة سائب لسار ما سلام في جميل آل وسابي في الآل والمآل سلي وسلم على المسمى بسائب الحجة يا من دمى وآله وسابي يا من جال خطي كخدمة الخيار فانجهل صلي وسلم باني الأوطاني على النبي صاحب السلطان صلي وسلم باني الأوطاني على النبي صاحب السلطان وآله وسبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صلي وسلم يا مسيل الداء على الرسول صاحب الرداء وآله وسبه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار صلي على ذي البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة ما سلام دائم في الآل وسابي في الآل والمآل صلي وسلم على ذي التاج يا من به فتح ذا ارتداج أي صاحب المغفر والمعراج والآل وسابي سرور الراجي يا من على عرشك ذو استواء على الرسول صاحب اللواء صل وسلم في جميل آل وسابي في الآل والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول سائب البراق صل وسلم في جميل آل وسابي في الآل والمآل وليكن بأفضل الخطايا يا من مع الهيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا ندوب على النبي سائب الخديب ما سلامي جالي الكرام وسابي كما باب الانسرام سلي بتسليمنا على من دعيا بسايب الخاتم يا من دعيا وآله وسابي يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة صل وسلم بجميل آل وسابي ولاستجب سؤالي على الرسول صاحب البرهان صل وسلم بذوي الأذان من آله وسابي وانصرني بمؤمنك وبهم بصرني على النبي صاحب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وسابي وكلي بلا معادات ونوير كلي صل وسلم على فسيح بك اللسان منسل الفسيح وآله وسبه ولي ألن قلوب من لم يؤمن بك تلن صل على المختار أذن حير متحر الجنان يا ذا الخير وسلمنا عليه في الآل العظام والسابي واذكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح صلي وسلم بجميل آل وسابي في الآل والمآل صلي بتسليم على حين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسابي ونعيم بلا ذن يا خير مبق منهم صلي وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر
وآله وسبي وبالبرور جدلي بلا عداوة ولا غرور سل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله ولا علي وسب بلا تناهي يا من أماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق سل على المختار سعد الخلق وسلمنا عليه في الآل وفي شعبي في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلمنا عليه في الآل مها شعبي يا من دعائي سمها سل بتسليم على عز الهرب ورافع الرتب كاسف الكرب وآله وسبي والتحمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله ما سعى بالكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي سلم سايا احمدا يا ربنا صل وسلم ابدا على الرسول والسرور ابدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين يا ربنا صل وسلم في ابد على خليلك سراج من ابد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسبي واغفر لمن يقرا ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار له لديك انك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالعا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأه او يكتبه خير المنى يا من اتتني كتبه وهب لمن حفظه او اسأله بأي وجه بالنبي عمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلد سلامك لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمته وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مصيبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت خذ لي الايادي العظام بلا اذن ولا جوان ولا غرر ولا هدى ولا بلا ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي حسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا وجعله نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الامصار يا ذا الاراضي والسماء صل بلا حد على من خدمته قد قبلا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في الال والمال وسلم عليه واغفر يا غفور لقارئه وألم به النفور وجعل حروف النساء مسرمدا بسارة عصيمة لأحمدا وسليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وادفع به قبل التوجه العين إلى سوى قارئه أنت المعين واجلب لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبطه به سواه يا جميلا ينشده يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وسبي ولترفعا إليك سعي بالرضا يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد الختام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وسبي ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لبست بها نظما لوجهك يا من قد ما كسلي
فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وخد بغير حناء لي به أملي واذكر بفضلك سعي وريا به يا من به سرت ذهدي ولم أمل أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا غير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي تجودا وتكرمة ولا تردنه يا مصيب العلل ثم النظام إلى سعي الشاب غدا ولا تردنه يا مصيب الخلل سوى كلام أرجو في سر وفي علل باقي وجهك حقق للرجان لي يا ربي كن لي وخذ لي برد آخر دي وما التمست بجاه المنتقى لي سل وسلم على المختارف الكرماء وبشرنا بنسمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي يا قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك برم دوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق ببركات قولك وما كان الله ليطيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل أبدا بالود ولتعمني عن درر وكدي ودود كل أبدا بالود ولتعمني عن درر وكدي ودود كل أبدا بالود ولتعمني عن درر وكدي ما أوطاني الأذى والدرر مني تقبلت الغذان الدرر إلي أقبل جزاء الباقي مع جزاء فرات السباق كسبي توعيد ومدعو للنبي علي تسليم قبور المصنبي اغفر بجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك زمنا نافع بنفع كل من تعلقا يا من وداني بالنبي وألقى أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بذبط تاري لوجهك الكريم هب لي كل ما طلبته منك وكن عالما لك قتالي موقنا باني قل وحب فائز بالمن هديتني عداية العداة ولي قدم يتصادات لن ينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت وصل المطلوب لن ينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت وصل المطلوب يجود لي كن فيكون منك بما يضر قد رديت عنك دفت الكريم وغراية طيب بجاه من ثم دول المطيب يقود للمختار والآل ما سوى به قرى اليقين تمعا على الذي رافقني في ديري صلاة باق ليقود ميري اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي يجعل المريدين معا في إذنك العظيم والسمل معا يا ربي يجعل المريدين معا
fis ni kalawini wa samlajma malik jami'an nubudun bila shay'in yadurru wal mada yakhbala ighfir li kulli man ilayya ma'ala hayya day ala tudadhi ma'ala nafaqtani fanfaq biyan ayala ya man hawa al amira wa naqiyala kulli bima yafuq kull dhanni ya ghayra munin mudifin bil manni muddata la mayka bi ghayri uddi liman mahani ladha kalkaddi muddata la mayka bi ghayri uddi liman mahani ladha kalkaddi ahmadu muni anta ala antina wa kana li bi kulli darin wa dana قتلت في البر والبحر وفي السر والجهر والنار وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ظل ذرائع تنفع كل ذرائع بريد لايقا مع سلام الله جاهري سلام على وذيلة لك الماء المرام سيدنا محمد والآل وضع به في الآل والمآل وقت له يوم مزاهرات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريب الذي أحتده مدادي مضمن مضمن ذبا ودادي سيدنا محمد ولا ولا به بلال والمال ومن مدادي قل له ماذا يا من لا أوجه الإنذار الذي أحدد أقلامي مضمن بأبية الكلام سيدنا محمد ولا وضع به بلال والمال هو من قلام كله تفسيرا يا من لنا أرسلت بديرا يا ربنا ظل ذرا تنا ما ظل من بردا كذائرا على الذي أحدد قطاري بقدم من دمة إلى أوتادي سيدنا محمد والآل وضع به في الآل والمال ومن قراءة سلو قد القراء يا من كفاني عداك والمراد يا ربنا ظل ذرا تنرابيا ما ظل من بالمراد باقيا هل الذي قلبته قد أغرجا مني هيوبي معا فقر جدا سيدنا محمد والآل وضع به في الآل والمال وقل له من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل على مسكيا كل اصدقاء ان ما مضلا من بنيا يا من قضاني ما ودا واغتر واعظم بوجهك الكريم عمري من المكاري وذي عمري وجل بابي غدنة العلوم يا ربنا ظل ذرة جانبا إلى رداك يعداك قالبا حل الذي جهل لي لديه كظعبي مصليا عليه سيدنا محمد الولال وذبه في الآل والمال
المالي والآلي ولبي بلالي والمالي بكل در مطلع من شعبا لنا دعا دتا وريبا ودعا يا مغنيا قد كنت لي بتوضيع حل الذي به تقود القراد بلا عدا ولا أذى ولا مردا سيدنا محمد هو الآن. سيدنا محمد هو الآل وضع به في الآل والمال وأبله يا رب من يوم الأعاب أحلى بذارة لدى كل آل وجل كتابة ماذا يقوت بمصدر أربع وثلاثة مما يسر أبدا وينفو